أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحلة طويلة من التجديد بدأت مع إنشاء الجامع الأزهر منذ أكثر من 1000 عام، فصار كعبة العلم ومنارة لعلماء يجددون الدنيا بالدين. بعد سقوط بغداد وتصدع الحكم الإسلامي في الأندلس، وفد إليه العلماء من كل صوب وحدب، فاستأثر بالزعامة الدينية والعلمية، وراجت فيه سوق العلم، وأصبحت مكتباته أحد أكبر وأعظم المكتبات في الشرق والعالم لما حوته من نفائس وكنوز. في القرن 18 كان طلاب الأزهر هم نواة البعثات التعليمية لأوروبا لنقل المعارف الحديثة، فكان لهم الأثر الواضح في إنشاء مدارس الألسن والطب والترسيخ لثقافة الانفتاح على الآخر. وهكذا ظل الأزهر خلال تاريخه المديد مركزا للوسطية والاعتدال وتجديد الفكر والخطاب، فبرز فيه عدد من كبار المجددين من أمثال إمام المجددين حسن العطار، ورائد الإصلاح محمد عبده، وتلميذه النجيب محمد مصطفى المراغي، والمفكر الفيلسوف مصطفى عبد الرازق، وإمام التقريب محمود شلتوت، وغيرهم الكثير. في القرن 18 خطى الأزهر خطوات جديدة في التطوير والتحديث، فأنشأ جامعة الأزهر وأدخل الكليات العلمية بها، وخصص كليات للفتيات، وأنشأ مدن البعوث لاحتضان الطلاب الوافدين، كما أنشأ مجمع البعوث بهدف التجديد في الثقافة الإسلامية ومواجهة التعصب المذهبي. وخلال العقد الطيب ظل الأزهر الشريف بقيادة إمامه الأكبر حاملا للواء التجديد، مجابها للفكر المتطرف والإرهاب. وفي إطار مواكبته لمتطلبات العصر أنشأ مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف ب13 لغة، كما أنشأ مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية للقضاء على فوضى الفتاوى، وأرسل قوافل السلام لتجوب العالم شرقا وغربا لإرساء قيم السلام، وأصدر عددا من الوثائق لإرساء قيم الحوار والعيش المشترك، كما أرسل المبعوثين إلى دول العالم ينشرون صحيح الدين. ويستقبل الأزهر الشريف سنويا 33,000 طالب وافد من أكثر من 100 دولة للدراسة في معاهده وكلياته، ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم. كما أنشأ المراكز البحثية لخدمة المجتمع والبحث العلمي، وأنشأ بيت العائلة المصرية للحفاظ على وحدة الوطن وترابط نسيجه. أنشأ أكاديمية الأزهر لصقل معارف الآئمة في الداخل والخارج وتنمية مهاراتهم على الآليات الحديثة في تجديد الخطاب الديني، وأنشأ معهد العلوم الإسلامية اهتماما بصناعة العالم الأزهري منذ الصغر. كما أولى الإمام الطيب اهتماما بالمرأة، فمكنها من المناصب القيادية بالأزهر، إضافة إلى تجربة الواعظات والمفتيات، وأعاد إحياء الأروقة الأزهرية بهدف نشر العلوم الشرعية بأسلوب سهل وبمنهج وسطي مستنير، لتقطع الطريق على منابع التشدد والغلو. كما عقد الأزهر الكثير من المؤتمرات الدولية التي ضمت العديد من جمهور علماء الأمة تحت مظلة الأزهر للتباحث والتناقش حول العديد من القضايا الشائكة، بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة التي لطالما كانت ولا زالت تؤرق أمن المجتمعات. وكانت جولات الإمام الطيب شرقا وغربا نقطة انطلاق لنشر التعايش والسلام وتعزيز التعارف والإخاء الإنساني، والتي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين أكبر رمزين دينيين في العالم. قصة امتدت لأكثر من 1000 عام، أبطالها شيوخ أجلاء حملوا الفكر الوسطي المستنير لكل أصقاع الدنيا، يحملون هموم أمتهم، يجوبون أقطار العالم وحواشي البلاد، دعاة ومجددين.